بجد تحيلك من جديد يا كابتن ايمن شوقي، طبعا كل كابتن الكبار جمهور النادي الاهلي في كل مكان بنبارك اكيد لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، بحييه طبعا على قراءته الفنيه الاكثر من رائعه لهذه المباراه. الشغل بدا الحقيقه خلال ال 48 ساعه الماضيه من تكتيك وجمل فنيه، لكن عايز ابدا معاه في البدايه هدف شيكابالا كان محفظ اللعيبه، شايف ان كان في بعض الاخطاء لهذه الهدف ولا كان لعيبه النادي الاهلي ادت ان هي ازاي في الشوط الاولاني؟ Yeah, beautiful goal. Chica will always go to his left from the right. We all know about it and we spoke about it, but we did not do our job. So, but we have to congratulate him. It's a good goal. The thing is that we received the same goal. We consider the same goal like before, you know. But it's okay. We focus on the positives. The positives is Sheriff's goal was brilliant also, and he scored two goals. So that's important. And the most important is Ali Lotfi, man of the match, you know. Maybe Sheriff also can say I'm man of the match, but Sheriff always scores goals. But to give Ali more confidence and boost, Sheriff will forgive me. I'll give it to Ali now. اوكي. هو بيقول لحياتك اللي جون شيكابالا فعلا احنا ذاكرناه قبل الماتش حفظته اللعيبه ان هو شيكابالا بيحب يعدل على رجله الشمال بيحطها على عدلته، وللاسف ما عملوش الشغل ده في الملعب، بس خلاص بيقول هو شيكابالا لعيب كبير ويعني لعيب بريليانت، لعيب يعني موهوب وكويس مميز. بيقول بس خلاص احنا مهم ان احنا نفكر نركز في الحاجات الايجابيه. الحاجات الايجابيه ان احنا سجلنا جونين، شريف جاب جون برده رائع، والحاجات الايجابيه ان محمد شريف جاب جونين ودي حاجه كويسه تدي له ثقه. وعلي لطفي شايف انه رجل مباراه، يعني ممكن حتى الناس تختلف معايا تقول محمد شريف رجل مباراه او علي لطفي، المهم الاثنين ده حاجه كويسه للفريق وتدي ثقه ليهم في الماتشات الجايه. مباراه بثلاث نقاط زيها زي اي مباراه في بطوله الدوري العام، والنادي الاهلي عودنا على كده. خلاص المباراه تنتهي بنبدا نفكر في القادم، لكن انا عايز ارجع لعلي لطفي مره تاني. تحضير ميتسو موسيماني لعلي لطفي لنفسي ازاي؟ لان الحقيقه الجهد الكبير اللي بذله والمجهود النفسي اللي بذل مع علي لطفي ظهر بشكل مميز جدا، لان هو جاي من بعيد يا دكتور عمرو زي ما انت عارف. No, no. Look, I must give credit also to the goalkeeper coach Michel. He's doing his job there and he worked on him the whole week. He's the one coach Michel must get credit. But Ali Lotfi, okay, I spoke to him before to say no pressure, just enjoy your game. You're not Shenawy, and don't compare yourself to Shenawy. You're Ali Lotfi. Do what Ali Lotfi can do. So he had a brilliant game, and I'm happy for him. He doesn't need any motivation, but this game will give him extra motivation. Congratulations to him, and well done. He came and helped us at the right time in the big game, yeah? بيقول حياتك هو لازم يدي كل واحد حقه، هو اللي عمل الشغل الاكبر ميشيل مدرب حواس المرمى اشتغل معاه. انا اتكلمت معاه شويه ولما اتكلمت معاه قلت له مفيش داعي تدي نفسك حمل نفسي، تحمل نفسك اكتر من لازم، استمتع والعب لعبك العادي. وانت علي لطفي مش الشناوي، ما تقارنش نفسك بحد، ركز والعب. واعتقد ان هو جه في الوقت المناسب وجاب لنا الفوز. Yeah, that he doesn't need any motivation. This game will give him motivation. الماتشات دي مش محتاجه تحفيز، احنا اديناه تحفيز زياده، بس هو ما كانش محتاج تحفيز، يعني هو كان جاهز نفسيا مستعد. We need to look after the next game because if you win a big game like this, sometimes football can humble you and teach you a lesson, and then you think you have arrived. No, the next game is the most difficult game after a big game like this. But we respect Zamalek, they're a good team. You know, they always give us hard time, and Coach Cateron is a good coach. He's a big coach. الماتش الجاي طبعا الماتش صعب، لان ساعات ممكن يعني بنصدق نفسنا واللعيبه بتصدق نفسها وتحس ان لازم يبقى في تواضع، لازم نهدى ونركز الماتش الجاي، لان ساعات الماتشات اللي بعد الفوز كبير زي ده بيحصل فيها مشاكل. بس برضه لازم نعترف ان نادي الزمالك نادي كبير وفرقه كبيره، وكارتيرون ده مدرب كبير. رمضان كريم يا. بنشكر اكيد بيتسو موسيماني، ويمكن رمضان كريم يا كابتن ايمن زي ما بيتسو موسيماني قال. الحقيقه الراجل عنده فكر كبير جدا وبيحاول ان هو يطبقه مع لعيبه النادي الاهلي رغم الظروف الصعبه يا كابتن ايمن اللي مرت على فريق النادي الاهلي من الاصابات الكبيره. قراءته الفنيه كانت ممتازه، اداء اللاعبين كان اكثر من رائع النهارده. والاخير بقى والاخير هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى اما بيكون مع لعيبه النادي الاهلي، ربنا بيكرمهم. الشخصيه الكبيره مع لعيبه النادي الاهلي اللي بناكد عليها في كل مره، يا رب ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي ويستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات ومنها الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. بكده كابتن ايمن كون انتهت كواليسنا كواليس لقاء مباراه الزمالك والنادي الاهلي بفوز النادي الاهلي. القادم افضل ان شاء الله لفريق النادي الاهلي سواء في بطوله الدوري العام او البطوله الافريقيه. لكن في هذه اللحظات عوده الاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي.